بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد اللهم عجل لوليك الفرج. مذ ابصرت عيناي باحه داري حب الحسين هويتي وشعاري. ايامكم سعيده بعيد ولاده مولاتنا فاطمه سلام الله عليها ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للحصول على شفاعتها وقضاء حوائجنا باسمها المبارك. كما تقول إحدى الأخوات من محافظة بابل والله إنها كرامة صلاة الاستغاثة بالسيدة فاطمة عليها السلام رأيت منها ما لم يتخيله بشر من الفرج والكرم وقضاء الحاجة بفضل الله تعالى وبفضل مولاة فاطمة عليها السلام تقول أنا طالبة في الرابع الأعدادي ومرت العائلة بظرف مالي ضيق جدا لدرجة بأننا أصبحنا لا نملك مالا حتى لنشتري طعاما. نتيجة أن أخي الأكبر دخل في مشروع وخسر فيه وتورطت العائلة بأكملها، عائلتنا تورطت بدين كبير. ماذا نفعل؟ هُدد أبي من قبل بعض العشائر، أخي هرب من البيت إلى غير ذلك. البيت يطرق بابه يعني ليلا ونهارا الى غير ذلك، وشعرنا بالخوف ربما يصل الامر الى القتل او الى ما لا يحمد عقباه. فتوجهت فورا الى مفاتيح الجنان، وبدات اصلي صلاه الاستغاثه بالسيدة فاطمة عليها السلام. تقول ربما هذه الاحداث كانت في عام يعني 2010 2011 بهذه الصورة. على كل حال بدأت أصلي صلاة الاستغاثة بالسيدة فاطمة عليها السلام يوما بعد يوم، وإذا بحمد الله عز وجل تجتمع العشيرة بأكملها من حيث لا نشعر لين الله سبحانه وتعالى قلوبهم جميعا بعدما رفضوا أولا المساعدة، وقالوا مهما كان فهذه العائلة منا ويعني وفينا يعني منا وبينا يعني، ولا بد أن نساعدها بالشيء وأن نتوسط لها إلى غير ذلك، سبحان الله مغير الأحوال. السيدة فاطمة عليها السلام غيرت هذه القلوب جميعاً من الأهل والأقارب والعشيرة. ووقفوا مع أبي ووقفوا مع أخي واستطعنا أن نسدد شيئاً من الديون واستطعنا أن نعمل مرة أخرى ورجعت الأمور طيبة. بقيت دائماً وأبداً مستمرة. على صلاة الاستغاثة بالسيدة فاطمة عليها السلام حتى وفقت بأن دخلت إلى يعني كلية الهندسة، وكذلك بعدها تزوجت بفضل هذه الصلاة سريعا، وعشت في بيت لوحدي، هذا كله بكرامات صلاة الاستغاثة بالسيده فاطمه رايت من هذه الصلاه العجب العجاب ورزقت باطفال ورزق واسع وكبير وبراحه بال وبدات دائما وابدا احث الصديقات والاخوات اينما ذهبت في الاستمرار والمثابره على صلاه الاستغاثه بالسيده فاطمه عليها السلام من خلال الصلاه هذه. انا اختصرت القصه الطويله. وصلاة الاستغاثة بال... يعني بالسيدة فاطمة عليها السلام هي صلاة الاستغاثة التي استغاث بها أئمة أهل البيت عليهم السلام ووردت عن الإمام الصادق عليه السلام وكان يصليها لذلك نسأل الله أن نثابر عليها دائما وأبدا فإن فيها الفرج من كل هم وغم وضيق برنامج صباحات ولا من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام